لو الحكايه فيها ان فيتو 17 الاصوات الباطله 1558 نسبه الحضور 36% و6.1%. المرشحين اللي هم خدوا الاصوات علاء الدين محمد علي محمد خد اصوات 25409 صوت، عبد العظيم عبد الرحمن حسن محمد خد 29056 صوت، قاسم فرج ابو زيد فرج خد 30800 صوت، عبد الوهاب احمد حسن خليل خد 41369 صوت. شكرا.